ماركتنج في المالتي ناشونالز، ازاي تدخل فريق الماركتنج في مالتي ناشونالز، ازاي تترقى جوه فريق الماركتنج، ايه الاقسام المتاحه قصادي، ايه الحاجات اللي اتجنبها وانا في المالتي ناشونالز، وازاي اقدر اخشها. انا عايز اشتغل في الماركتنج ليه؟ اصلا عندي افكار مجنونه، عشان عايز اخد فلوس كتير. الحاجات دي كلها مش هي الماركتنج. ايه التفاصيل اللي ممكن تخلي واحد يترقى وواحد يفضل في مكانه لمده 15 سنه ما يترقاش؟ شطارتك انت انك تحل مشاكلك قبل ما تحتاج السيستم يحلها. رقم 2، هيدوك رؤيه مختلفه للحاجه ماشيه ازاي. ده انت خصوصا في قسم التسويق لازم تكون عندك ريليشن شيب بكل الناس، لازم تذاكر تعرف ايه الشركات المتاحه، ايه الاقسام المتاحه. شويه خرافات بتطلع عن شركات المالتي ناشونال كما لو كان الناس شغالين فيها دول من المريخ. كل ده واكتر وخبرات اكتر من 17 سنه في المالتي ناشونالز و12 سنه في الماركتنج هتلاقوها مني انا ياسر غلاب على كورسي في كارير 180.